اذا اردت ان تحوز ثواب الصيام كامله وان تستشعر روحه فاحرص على سنن الصيام ومنها السحور اخر الليل ولو بشربه ماء قال صلى الله عليه وسلم السحور اكله بركه فلا تدعوه ولو ان يجرع احدكم جرعه من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. تعجيل الفطر مع الأذان على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء كما جاء في الحديث، وأن يدعو عند فطره بهذا الدعاء النبوي، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. تفطير الصائمين ففي الحديث من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا العمره في رمضان قال صلى الله عليه وسلم عمره في رمضان تعدل حجه ان يشغل نهاره بالذكر والدعاء وقراءه القران وانواع القربات ان رمضان فرصه لتقويه الايمان والفوز بالجنه والنجاه من النار قال عليه الصلاه والسلام رغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له